لو كنت صاحب قرار، بما أنه حكينا على العقود والمبالغ الاحترافية، الآن بدورينا التسعيرة الرسمية كأعلى لاعب وأغلى لاعب، إيش قد تخلي سقف؟ وما نخليها مفتوحة للمليار. لا لا. فإيش قد ممكن قيمة لاعبنا؟ مخفض سعر ويزعلون من عندي. هذه حقيقة، الحقيقة ما تزعل. لا ما أعطي غير ال 100. 100 مليون؟ 100 مليون وهواية 100 مليون. والله؟ والله. مهما كان اللاعب حجمه ومستواه. مهما كان. 100 لا 100 مليون. 100 مليون. مو مو يزعلون. طبعا يزعلون. راح يزعلون. الناس تطلب 600. تدري ليش؟ تطلب 300 و400. في بعض المباريات يمكن أنت موجود، أنت يومي تقدم ومتابع للدوري. زين. تحس في مباراة مثلا مليئة بالنجوم. مباراة ضد فريق ما عنده نجوم هواي متكافئة، صحيح. ماكو فوارق أبد. هذا سبرات حتى لا يزعلون علينا، يزعلون يا ترى بس حكي الدنيا حكي يا ما راح اصير صدق زين انا مو انا اتعاقد لهذا يعني ماكو فوارق، ماكو نسبة عالية مثلا تحس اي انت اللي تستلم هذا المبلغ كون بهذه المباراة واضح الفرق مو صحيح هو هذا اللي احنا مثل ما الان معمول بالدوري السعودي من جايبين عناصر واضح اكو فرق اكو استفاده زين اكو عداله بتقسيم الاموال بين الانديه كابتن حمزه على مستوى دورينا يعني ما اعتقد لان هي حسب تتبع للجهه اللي مسؤوله عليها